نفهم مع حضراتكم تفاصيل أكثر حول هذه الأيام المتخصصة من خلال انضمام الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك أستاذ أحمد. أهلا، صباح الخير أستاذ باسم، إزيك يا فندم؟ صباح النور، أهلا وسهلا على حضرتك. وإحنا بنتحدث عن الأيام المتخصصة، الفكرة أن هو القضية المعنية بتغير المناخ ومواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ يعني بتتقسم إلى كذا شق مختلف، فيعني لو بنتحدث عن الحد من الانبعاثات الضارة، ده أحد يعني شق مهم جدا، آليات التكيف مع التأثير المختلف للمناخ والتغيرات المناخية ده شق آخر مهم جدا، وأيضا كيفية التمويل لمواجهة هذه التغيرات. إذن فكرة أن هو يكون في أيام متخصصة، هل من وجهة نظر حضرتك بتساعد على عدم تهميش أحد النقاط على حساب نقاط أخرى؟ بص يا أستاذ باسم، يعني زي ما حضرتك كده بتعمل في برامجك والفقرات بتاعت حضرتك، أو زي ما أكسر عموما بتعمل، يعني بتبسط للناس الأمور والقضايا علشان توصل لأصغر حد يعني حاصل على تعليم ما كانش ليه ذنب فيه، لكن علشان يستوعب اللي بيحصل. لأن أي قضية في العالم من غير إشراك المواطن ومن غير ظهير شعبي مش هتعمل حاجة. فإحنا نبسط بس الأمور للناس، إحنا قدام مخاطر على البشرية بسبب يعني لو قلنا في ثورة صناعية في بعض البلاد بتخليهم يستخدموا طاقات غير نظيفة، بتطلع في الجو بتعمل حرارة زيادة عن الحرارة الطبيعية اللي الناس كانت عايشة فيها من مئات السنين، بيأثر ده على المناخ وبيأثر على البيئة، بيخلي في كتل من الجبال الجليد وقارات كاملة من الجليد في الشمال والجنوب بتذوب يا فندم. أيوة بتذوب، فبتنزل بقى على المحيطات ومن المحيطات إلى البحار، بتروح على دول بتهددها، ودول كاملة عبارة عن جزر بتهددها، وفي مدن ساحلية في بعض البلاد بتتهدد، فضلا عن إنه الحرارة اللي في الجو دي، عشان بس الناس ما تستسهلش الأمور، بتخلي بعض الأنهار في بين دول، يعني أفريقيا مثلا على سبيل المثال، في بحيرات وفي أنهار بين دولتين فقيرتين، لما بيجف النهر طب الناس هتشرب منين؟ بيضطروا كل واحد، بتطلع الدولة دي عايزة أكتر مية وبتطلع الدولة التانية، خصوصا في وسط أفريقيا اللي فيها صحراء أفريقيا الكبرى دي أو تحتها، بيبقوا كل دولة عايزة تاخد لشعبها أكبر كمية من المية، وحتى المحاصيل الزراعية بتتأثر والمحاصيل الزراعية والبحيرات اللي فيها شغل للصيادين. فمن هنا بتيجي الحروب بين البلاد، بتيجي الهجرة غير الشرعية، بيجي التطرف، بيجي التخلف، بيجي الفساد. فما نستهترش بكمية اللي أو الكلام عن بالظبط التوقعات كلها على البشرية كلها. التوقعات كلها ان هو احنا بالفعل في خضم هذه التغيرات، ولكن على المدار السنوات القليله القادمه، نتحدث عن 2030 ودي مش بعيد خالص، يعني اقل من 8 سنوات ان شاء الله، ربنا يدينا العمر. لا ده في عمر البشريه يعني ولا حاجه. فدي وبعد كده عندنا هدف اكبر 2050 ابعد شويه. نعم، وكلهم زي ما حضرتك كده اشرت، هم اربع ملفات اساسيه بس برضو عشان ابسط للناس: طاقه وزراعه ومياه وتنوع بيولوجي. إذا قدرنا نحطهم تحت سيطرة البشر، تحت سيطرة الإنسان، وبس العالم كله يتحد، مش يبقى في دول شغالة مع نفسها وبغض النظر بقى عن اللي يحصل مع باقي الدول التانية، يعني ما ينفعش يبقى في دولتين عاملين أكثر من 60% من الانبعاثات الحرارية، الصين والولايات المتحدة. نعم، يعني 40% تقريبا مع 11 دولة، أو إذا انضم إليهم 9 دول أخرى بيبقى 60% بالفعل من الانبعاثات الحرارية كلها صادرة عن 11 دولة فقط على كوكب الأرض. بالضبط، والبشرية تدفع الثمن. عشان كده الأهمية الخاصة بمؤتمرنا بقى إن إحنا أولا بنعبر عن القارة بالكامل أفريقيا. نعم. أكثر من 56 وحدة أساسية، يعني أكثر من 56 دولة، ومليار وربع مليار نسمة، عندنا 32% من نسبة الجفاف اللي حاصل في العالم، 75% من ال 32 دول أصلهم تصحر، يعني خلاص. نعم. ناس لا عندها زراعة ولا عندها مية ولا عندها بحيرات ولا عندها صيد ولا عندها أي حاجة، خلاص. يعني أفريقيا تحديدا أكبر المتضررين بالتغيرات المناخية، أكبر المتضررين. سبب هذا الأمر إيه؟ احنا طبعا قاره استنزفت طويلا، اهملت طويلا، كانت كل اللي بتعمله في الحياه انه في قوه جايه من اماكن تانية بتنهب ثرواتها وبتنقل ابنائها يشتغلوا ويبنوا التنميه في بلاد تانية وفي قارات تانية، فظلمت طويلا، وبعد كده عشان كده تعثرت
وتأخرت فيها التنمية وتأخرت فيها الاستفادة بثرواتها، فده اللي خلى هذا التراجع الموجود. فضلا عن ندرة الإمكانيات فعلا. نعم. يعني احنا عندنا نهر النيل الحمد لله، في دول تانية فيها نهر، لكن أغلب القارة يعني المية قليلة، البحيرات قليلة بالفعل. قارة يعني أغلب المناطق فيها مناطق صحراوية أو فيها العديد من المناطق الصحراوية. خلينا نقول، هل تقدر إفريقيا لوحدها من غير مساعدة المجتمع الدولي إن هي تتغلب أو تواجه حتى وتتكيف مع التغيرات المناخية بشكل أو بآخر، اللي هي ما يبقاش فيها تهديد وجودي حقيقي للبشرية فيها؟ لا طبعا، محتاجة دعم. المبلغ الأولي اللي حضرتك بتسمعه وبنسمع عنه 100 مليار دولار، لكن احنا محتاجين ده، احنا محتاجين ما يقترب من 800 مليار دولار عشان البشريه تقدر تواجه. لكن افريقيا محتاجه كتير، لان اصلا جدول اعمالها مزدحم بالمشاكل. احنا عندنا زي لسه بتكلم، شوف التعليم متدني، البيئه فيها مشاكل، الهجره غير الشرعيه المشروعه موجوده، التعليم التشغيل طبعا يعني في ادنى مستوياته، الامراض المتوطنه، القبلية والحروب الأهلية. لا احنا وطبعا يعني مليانة أفريقيا مشاكل كبيرة جدا. بالضبط. مدى تفاؤل حضرتك يا أستاذ أحمد بكوب 27 وأن هي ممكن تصنع فارق حقيقي خصوصا لقارة أفريقيا وطبعا مع كل الدول العالم المختلفة في مواجهة أو وجود آلية تنفيذية إذن لكل ما تم الاتفاق عليه من خطط في القمم السابقة؟ هو طبعا القمم السابقة مصر فرقة في حاجة في أكثر من موضوع. أولا حتى المشاكل جنب الحلول، يعني مش بتطلع من، احنا مش جايين مؤتمر عشان نقعد يعني نبكي فيه وننزل في الدموع على مجرى الكوكب الأرض. نعم. من مشكلات احنا حاطين، ادي المشكلة، ادي الحل، ادي المتضرر، ادي اللي في ايده يحل المشكلة، ادي الأزمة، ادي الإمكانيات المطلوبة لحل هذه الأزمة، ادي اللي تضرر، ادي اللي ممكن يحل الموضوع لو توقف عن كذا او مد الدول الثانية بكذا من إمكانيات مادية. نعم. الحاجة الثانية ان احنا نظمنا المؤتمر على اروع ما يكون. احنا لنا سنة بتحاور مع العالم، قدرنا نحشد افريقيا. حضرتك شفت اكثر من مرة، شوف وزراء البيئة الافارقة كانوا موجودين في مصر اكثر من مرة، قد هم نفسهم مصدقين ان مصر بتمثلهم ومفاوضينها في الحديث بالنيابة عنهم. ومصر من خلال الرئيس السيسي في اكثر من مناسبة بيت بتتكلم وبترفع مشاكل العالم الثالث كله، مش افريقيا بس. يعني كل مشاكل الجنوب مصر مصدراها للمتسبب فيها ومصدراها للمجتمع الدولي، وبتتكلم بنيابه عن المتضررين على كوكب الارض من كل المشاكل اللي حاصله. بالفعل. فاحنا مختلفين شويه في هذا يعني المؤتمر في تنظيمه عن كل المؤتمرات وال يعني الفعاليات. يعني كل التوفيق لكل المشاركين في هذه القمة الاستثنائية إذا جاز القول بسبب الأحداث اللي بيمر بها العالم حاليا. فبنشكر حضرتك جزيل الشكر يا أستاذ أحمد، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، على وجودك معنا.